أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان قياس الأطوال بالسنتيمترات لمادة الرياضيات للصف ثاني ابتدائي. فهيا بنا نتعلم اليوم أعزائي الطلاب استعمال النماذج لقياس الأطوال بالسنتيمترات واستعمال مسطرة السنتيمترات لتقدير الأطوال وقياسها. فهيا بنا للنشاط التالي. استعمل السنتيمترات لقياس الأشياء القصيرة. إذا كان طول المكعب الواحد 1 سنتيمتر، فكم سنتيمترا طول المقص؟ الآن يا أبطال المكعب كما تشاهدون طوله 1 سنتيمتر. نضع يا أبطال الصفر عند بداية المكعب ونلاحظ أن طول المكعب 1. وسنقيس يا أبطال طول هذا المقص باستخدام المكعبات، والمكعب الواحد يساوي 1 سنتيمتر. الآن نأتي يا أبطال ونضع المكعبات في محاذاة المقص، وتكون يا أبطال الشرط أن هذه المكعبات متصلة. نأتي الآن يا أبطال ونضع المكعبات من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن وضعنا يا أبطال المكعبات بمحاذاة المقص، وعدد هذه المكعبات 10. أحسنتم. إذن يا أبطال طول هذا المقص بالسنتيمترات يساوي 10 سنتيمترات تقريبا. وكذلك يا أبطال يمكنني استعمال مسطرة السنتيمترات لأقيس الأطوال بالسنتيمتر. كما تشاهدون يا أبطال أن هذا الولد يقيس هذا المشبك ووضع الصفر يا أبطال عند بداية المشبك، ونلاحظ أن طول المشبك يشير إلى الرقم 5. أحسنتم. إذن إذا أردنا يا أبطال استعمال المسطرة فإننا نضع العدد 0 عند بداية الشيء المراد قياسه، وننظر نهايته تشير إلى الرقم كم، ونكتب هذا الرقم. إذن طول المشبك يا أبطال هو 5. إذن طول المشبك يا أبطال يساوي 5 سنتيمترات تقريبا. أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الأول. أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. الآن يا أبطال سنستخدم المكعبات، وطول المكعب الواحد هو 1 سنتيمتر. نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحاذاة الشيء المراد قياسه وعند بدايته. الآن يا أبطال نضع المكعبات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كم طول القلم يا أبطال بالمكعبات؟ أحسنتم، 10 مكعبات، والمكعب الواحد يا أبطال يساوي 1 سنتيمتر. إذن كم طول القلم بالسنتيمترات؟ أحسنتم، 10 سنتيمترات تقريبا. الآن نأتي يا أبطال ونقيس القلم باستخدام المسطرة. نضع الصفر يا أبطال عند بداية القلم. هكذا يا أبطال توضع المسطرة، يكون الصفر عند بداية القلم، وننظر نهاية القلم تشير إلى الرقم كم؟ 10. إذن طول القلم يا أبطال بالمسطرة أيضا 10 سنتيمتر تقريبا. ننتقل الآن للتدريب الأول. أبحث عن الأشياء الموضح صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. سنستخدم يا أبطال المكعبات، وطول المكعب هو 1 سنتيمتر. نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحاذاة الشيء المراد قياسه، وتكون هذه المكعبات متصلة. نضع المكعبات الآن يا أبطال 1 2 3 4 5. كم طول الممحاة بالمكعبات؟ 5 مكعبات. أحسنتم، والمكعب الواحد يا أبطال يساوي 1 سنتيمتر. إذن كم طول الممحاة بالسنتيمتر؟ 5. أحسنتم. إذن طول الممحاة يا أبطال 5 سنتيمترات تقريبا. الآن نضع المسطرة يا أبطال على الممحاة، ولا بد أن يكون الصفر عند بداية الممحاة، وننظر نهاية الممحاة تشير إلى أي رقم. نضع المسطرة الآن يا أبطال، الصفر عند بداية الممحاة، ونهاية الممحاة يا أبطال عند الرقم 5. إذن طول الممحاة تقريبا 5 سنتيمترات بالمسطرة أيضا. ننتقل الآن للتدريب الثاني. أبحث عن الأشياء الموضحة صورها
ثم أقيس أطوالها مستعملاً وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. الآن يا أبطال سنستخدم المكعبات لقياس طول هذا الصمغ، وطول المكعب الواحد 1 سنتيمتر. أين نضع المكعبات يا أبطال إذا أردنا قياس هذا الصمغ؟ أحسنتم بمحاذاة الصمغ وتكون عند بداية. ممتازين. الآن يا أبطال نضع المكعبات هنا وتكون متصلة 1 2 3 4 5 6. كم طول الصمغ بالمكعبات؟ 6 مكعبات. أحسنتم. والمكعب الواحد يا أبطال كم يساوي بالسنتيمتر؟ 1. أحسنتم. إذن كم طول الصمغ بالسنتيمترات يا أبطال؟ 6. أحسنتم. إذن طول الصمغ يا أبطال بالمكعبات وطول المكعب الواحد 1 سنتيمتر يساوي 6 سنتيمتر تقريبا. الآن يا أبطال نقيسها بالمسطرة. كيف نقيس يا أبطال طول هذا الصمغ بالمسطرة؟ أحسنتم. نضع بداية الصمغ يا أبطال عند الرقم 0. ممتازين. الآن يا أبطال نلاحظ أن 0 عند بداية الصمغ، ونهاية الصمغ يا أبطال تقريبا تشير إلى الرقم 6. أحسنتم. إذن طول الصمغ يا أبطال بالمسطرة يساوي 6 سنتيمتر تقريبا. ممتازين. ننتقل الآن للتدريب الثالث. أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم قيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. ماذا استخدمنا يا أبطال في قياس هذه الأشكال؟ المكعبات. أحسنتم. إذا نقيس بالمكعبات يا أبطال هذا المشبك. وأين نضع المكعبات يا أبطال إذا أردنا قياس هذا المشبك؟ ممتازين. بمحاذاته وتكون متصلة. نأتي الآن يا أبطال ونضع المكعبات 1 2 3 4. كم طول المشبك يا أبطال بالمكعبات؟ 4 مكعبات. أحسنتم. وكم طول المكعب الواحد بالسنتيمتر يا أبطال؟ 1. ممتازين. إذن كم طول المشبك بالسنتيمتر يا أبطال؟ 4 سنتيمترات تقريبا. أحسنتم. الآن نأتي يا أبطال ونقيس طول المشبك باستخدام المسطرة. كيف نضع يا أبطال المسطرة على هذا المشبك؟ أحسنتم. نضع الصفر بمحاذاة بداية المشبك. أحسنتم. الآن نضع الصفر عند بداية المشبك ونلاحظ أن نهاية تشير إلى الرقم 4. إذن طول المشبك بالمسطرة يا أبطال يساوي 4 سنتيمترات تقريبا أيضا. أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الرابع. أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. لدي هذا القلم يا أبطال وسأستخدم المكعبات في قياس طول هذا القلم. كم طول المكعب يا أبطال؟ 1 سنتيمتر تقريبا. أحسنتم. الآن نضع المكعبات بمحاذاة القلم. ممتازين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كم طول القلم يا أبطال بالمكعبات؟ 10. أحسنتم. وكم طول المكعب الواحد بالسنتيمترات؟ 1. ممتازين. إذن كم طول القلم بالسنتيمترات يا أبطال؟ 10. أحسنتم. إذن طول القلم بالمكعبات التي طولها 1 سنتيمتر يساوي 10 سنتيمترات تقريبا. الآن يا أبطال كيف نقيس القلم باستخدام المسطرة؟ أحسنتم. نضع الصفر يا أبطال عند بداية القلم. أحسنتم. هكذا يا أبطال توضع المسطرة. نضع الصفر عند بداية القلم وننظر نهاية القلم تشير إلى الرقم كم؟ 10. أحسنتم. إذن قياس القلم يا أبطال بالمسطرة يساوي 10 سنتيمتر تقريبا. أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الثاني. هل نستطيع أن نقطع جزرة طولها 10 سنتيمترات إلى 3 قطع صغيرة طول كل واحدة منها 3 سنتيمترات؟ الآن يا أبطال نقيس طول هذه الجزرة بالمكعبات التي طولها 1 سنتيمتر. نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحاذاة الشيء المراد قياسه. نضع المكعبات الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن يا أبطال طول الجزر يساوي 10 مكعبات ويساوي 10 سنتيمتر تقريبا.
الآن يا أبطال نقطع الجذر وتكون كل قطعة 3 سنتيمترات. إذا نعد 3 مكعبات يا أبطال ونقطع الجذر. بسم الله، 1 2 3. الآن يا أبطال نقطع القطعة الأولى، 1 2 3. نقطع القطعة الثانية، 1 2 3. نقطع القطعة الثالثة. هل استطعنا يا أبطال أن نقطع هذا الجذر إلى 3 قطع صغيرة؟ ممتازين. هذه القطعة الأولى يا أبطال طولها 3 مكعبات وتساوي 3 سنتيمتر، وهذه القطعة طولها 3 مكعبات وتساوي 3 سنتيمتر، وهذه القطعة طولها 3 مكعبات وتساوي أيضا 3 سنتيمتر. إذا كم قطعة يا أبطال قطعنا الجذر؟ 3 قطع صغيرة. تبقى لدينا قطعة واحدة يا أبطال طولها مكعب واحد وتساوي 1 سنتيمتر. الآن نضع المسطرة يا أبطال ويكون الصفر عند بداية الجذر. القطعة الأولى عند 3، القطعة الثانية عند 6، والقطعة الثالثة عند 9. إذن طول كل قطعة يا أبطال 3، ولدي 3 قطع صغيرة. أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الخامس. أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. لدي أبطال هذه المذكرة وسأقيس طولها بالمكعبات التي طولها 1 سنتيمتر. الآن نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحاذاة الشيء المراد قياسه. نضع المكعبات يا أبطال ونبدأ من هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كم طول يا أبطال المذكرة بالمكعبات؟ 11 سنتيمتر تقريبا. أحسنتم. الآن يا أبطال نتأكد ونضع المسطرة عند بداية المذكرة. ممتازين. الآن نلاحظ الصفر يا أبطال عند بداية المذكرة، ويشير نهاية المذكرة إلى الرقم كم يا أبطال؟ 11 سنتيمتر تقريبا. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول. ألوان 3 أحذية هي الأحمر الأزرق والأصفر. الحذاء الأحمر أقصر من الحذاء الأزرق، والحذاء الأصفر أقصر من الحذاء الأحمر. أرتب الأحذية من الأقصر إلى الأطول. إذن يا أبطال نفترض أن طول الأحذية كالتالي: الحذاء الأحمر أقصر من الحذاء الأزرق. إذن الحذاء الأحمر يا أبطال قصير، والحذاء الأزرق طويل. نفترض يا أبطال أن طول الحذاء الأزرق 12. الآن كم يكون يا أبطال طول الحذاء الأحمر؟ أحسنتم، يكون أقل من العدد 12. إذن نقول يا أبطال أن طول الحذاء الأحمر 10. نكمل السؤال: والحذاء الأصفر أقصر من الحذاء الأحمر. إذن يا أبطال الحذاء الأصفر أقصر من الحذاء الأحمر، إذن هو أقل من العدد 10. إذن نقول يا أبطال أن الحذاء الأصفر يساوي مثلا 8. أحسنتم. إذن يا أبطال الحذاء الأزرق 12 سنتيمتر مثلا، والحذاء الأحمر 10 سنتيمتر، والحذاء الأصفر 8 سنتيمتر تقريبا. الآن نرتب الأحذية من الأقصر إلى الأطول. ما هو العدد يا أبطال الأقل من هذه الأعداد؟ 8. أحسنتم. والثمانية أبطال تمثل الحذاء الأصفر. ممتازين. إذن الحذاء الأقصر يا أبطال هو الأصفر. ماذا يلي الحذاء الأصفر؟ هل الحذاء الأحمر أم الحذاء الأزرق؟ أحسنتم. الحذاء الأحمر يا أبطال يلي الحذاء الأصفر. لماذا؟ لأن الحذاء الأحمر أقصر من الحذاء الأزرق. ممتازين. إذن الحذاء الأصفر أقصر ويليه الأحمر ويليها الحذاء الأزرق. إذن الأحذية مرتبة يا أبطال من الأقصر إلى الأطول كالتالي: الأصفر ثم الأحمر ثم الأزرق. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني. أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد. لدي يا أبطال هذه الورقة وسأقيس طولها باستخدام المكعبات. أحسنتم. أين نضع المكعبات يا أبطال إذا أردنا أن نقيس طول هذه الورقة؟ أحسنتم، بمحاذاة الورقة وعند بدايتها.
إذا نضع المكعبات من هنا يا أبطال. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا كم طول الورقة يا أبطال باستخدام المكعبات؟ 8 مكعبات، أحسنتم. وكم طول المكعب الواحد يا أبطال بالسنتيمتر؟ 1. إذا كم طول الورقة يا أبطال بالسنتيمترات؟ ممتازين، 8 سنتيمترات تقريبا. الآن يا أبطال نقيس هذه الورقة باستعمال المسطرة. كيف نضع المسطرة يا أبطال إذا أردنا قياس هذه الورقة؟ أحسنتم، نضع يا أبطال الصفر عند بداية الورقة. إذا نضع المسطرة كالتالي، يكون الصفر عند بداية الورقة وننظر نهاية الورقة يشير إلى الرقم كم؟ 8. أحسنتم، إذا طول الورقة يا أبطال باستعمال المسطرة يساوي أيضا 8 سنتيمترات تقريبا. تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم استعمال النماذج والمسطرة لقياس الأطوال بالسنتيمترات. فقياس الأطوال بالسنتيمترات يكون يا أبطال كالتالي، نضع بدايات الأشياء المراد مقارنتها بمحاذاة أداة القياس المكعبات ونتأكد أنها متصلة. والمسطرة يا أبطال نضع رقم صفر عند بداية الشيء المراد قياسه. إذن يا أبطال إذا أردنا استخدام المكعبات فإننا نضع المكعبات بمحاذاة الشيء المراد قياسه، وإذا استخدمنا المسطرة فإننا نضع الصفر يا أبطال عند بداية هذا الشيء المراد قياسه. بعدها يا أبطال نعد المكعبات وعددها يعتبر هو طول الشيء المراد قياسه، وبالمسطرة يا أبطال ننظر إلى الرقم الذي عند نهاية الشيء المراد قياسه. وضعنا المكعبات يا أبطال من بداية الشيء المراد قياسه، الآن نعدها وعددها هو طول الشيء المراد قياسه. وكذلك المسطرة يا أبطال فإننا نضع الصفر عند بداية الشيء وننظر نهاية الشيء تشير إلى أي رقم على المسطرة ويكون هذا هو طول الشيء المراد قياسه. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.